مرة مرة كنتسولو على شنا هو معنى الحياة، حيث كنختبر الروتين ديالنا اليومي ماشي روتيني اليومي، لكن الروتين حياتنا اليومية على أنه واحد الحاجة اللي ما عندها حتى معنى وغير كتعاود. إذا كنا ما مسوقينش للحياة وما فيناش الطاقة والحماس، غالبا بزاف د المرات كتبان لينا الحياة ما فيها حتى هدف. نقدروا كاع نعتقدوا في بحال هاد اللحظات أن أي واحد عايش حياته بهدف راه عايش تحت واحد الوهم. وعلى عكس ذلك، ملي كنكونوا عايشين موتيفين وعندنا شي هدف خدامين عليه في الحياه ديالنا، داك السؤال شنو هو معنى الحياه ما كيبقاش ضارب لينا ديما في راسنا وواقف علينا. نقدروا بعض المرات نطرحوه غير كاستمتاع، نغمو به وصافي، ولكن ما كيكونش كيقرص ولا كيأثر فينا، حيت كيبان بحال اللي راه ما كينطبقش علينا. هادشي اللي كنقول دابا كيبان كيشير على ان الحياه كيكون عندها معنى غير ملي كتكون زوينه والشخص اللي عايشها عايش بخير. هو فعلا حياة المرء كتقدر تبان عندها معنى اكثر ولا اقل على حسب كيفاش دايره الحياة ديال داك الشخص، ولكن تا دوك الحياة اللي عندهم اكثر معنى واحد النهار كيساليو وكيموتوا الاشخاص اللي عايشينهم وكيتنساو. نفترضوا انه كانت واحد الشخص في سنة 1800 وشي حاجة اللي بكل المقاييس عاشت حياة ذات معنى قدر الامكان. ربما كانت كاتبة رائعة، طبيبة نفسية متألقة وجد محترمة في المجتمع ديالها. كانت الشخص لأي واحد كيلجأ ليها ملي كيكون عنده شي مشكل وكتساعده. مني ماتت كان موتها بمثابة خسارة كبيرة لكاع الناس اللي من حولها، حزنوا العشرات والمئات على الوفاة ديالها. لكن مهما كان الأمر، دابا حاليا تحد ما عنده فكرة على الهوية دهات الشخص، كيفاش عاشت وكيفاش ماتت، شكون كانت ولا واش كانت أصلا. عمر شي حد ما هيعاود ينطق سميتها مرة أخرى. حياتها بانت كأنها كان عندها معنى في ذاك الوقيتة فين عاشت، ولكن واش فعلا كان عندها معنى؟ نقدروا نزيدوا نديو هاد الفكرة بعيد ونعتبروا أن الحضارة كلها اختفات، والتحد دابا ما بقى عارف على ذاك ختنا شي حاجة ولا على أي واحد، حتى حد ما بقى أصلا. واحد النهار الحضارة ديالنا تا هي هتختفي، والكوكب ديالنا تا هو مع كاع هاد الكائنات اللي عايشة فيه. والتحت في المجرات اذا كاين شي كائنات في شي كوكب اخر عايشين، ما يعرف اننا كنا كاينين واحد المره تحنا في الكون في هذا الكوكب اللي هو الارض. كيعجبنا نقولوا لراسنا داك الفكره اننا كنبتكروا اعمال فنيه ما كتموتش، ولا شي انجازات بشريه، ولا شي حاجه اللي هتبقى عايشه ديما. بحال مثلا شي رسام مات هادي 200 سنة، ولكن كنقولو راه الأعمال ديالو خالدة حيت مازال كنشوفوها دابا وكنتفكروه بها، ولكن في الحقيقة تا حاجة ما غتبقى ديما. هذا هو النوع ديال القلق الوجودي اللي ضغطوا عليه الفلاسفة. على سبيل المثال، جون بول سارتر كيقول أنه في اللحظة التي ندرك فيها أننا لسنا خالدين، كنشوفو معنى الحياة على أنه وهم. هاد المشكلة اللي نقدروا نسميوها المشكلة الكبرى بمعنى الحياة، هاديك اللي كتطرح قدامنا بغض النظر على الطريقة اللي عايشين بها حياتنا الفردية، هي مشكلة عنيدة. إذا كنا كنإكسبيريونسيو الحياة على أنها لا معنى لها، حيت ما عندناش الموتيفاسيون نديرو شي حاجة جديدة، ولا أننا ما مسوقينش أو ما مستمتعينش بالحياة ولا بالعلاقات ديالنا البشرية، كاين دواية هاد القضية. عادة كنقدروا نلقاو شي حاجة اللي تثير الاهتمام ديالنا ونخرجوا من هاد الواد ديال اللامبالاة، ولكن شنو هو الدواء ديال الموت؟ بزاف ديال الحوايج كتبان عندهم أهمية دابا. شكون هيربح في الانتخابات؟ واش المشروع ديالك غادي ينجح؟ بمن هيتزوج ولدك ولا بنتك؟ ولكن تا حاجة من هادشي ما هيكون عندها شي أهمية من بعد ألف عام، اللي كيخلينا نتسألو واش فعلا هادشي كانت عنده أهمية ولا هربانت كأنها كانت عنده في داك الوقيتة. ألبير كامو مشى بعيد وقال على أن الصراع بين الحاجة والرغبة ديالنا للمعنى اللي ما كتختفيش مني ما كنلقاوش ليها جواب، وبين هاد الثقيل والصمت التام ديال الكون كيجعل الحالة ديال الإنسان حالة سخيفة، أو كيف ما كيقول نايتسبشن اللي هو أنا مهزلة. مثلا شخص من متتبعي مذهب الفلسفة التشاؤمية أو السينيسيزم يقدر يقول كجواب ردا على القضية ديال أن التحجم مهمة في المدى البعيد وكل شيء هيختفي واحد النهار وهيموت، بالله راها حاجة مزيانة ورا فيها خير، حيت مني كناخدو الاعتبار ديال شحال راه الإنسان فضيع وكريه بسبب الأشياء السيئة اللي كيدير، حيت ماشي غير داكشي اللي زوين اللي هيختفي، لكن تا أي حاجة خايبة كيديرها الإنسان هتسالي. بمعنى ما كيهمش دابا
كان من واحد قتل جينغيس خان في عام 1220، واخا كون ما قتلهمش كانوا هيكونوا ماتوا دابا هادي كتر من 700 سنة. يقدر كاع الانسان يلقى علاج للمشاكل والعرقلات ديالو في منظور الخلود. اذا فعلا انت حجم مهمه على المدى البعيد، ربما يمكن لنا نتقبلوا اي حاجه طرات بهدوء، ماشي هي الانجازات ديالنا اللي هتموت معنا، حتى الفشل ديالنا وكاع داكشي اللي درنا الزوين والخايب حتى هو. كنظن كاين شي حاجه في هاد جوج النقاط الاخرى، لكن بغيت نقترح حاجه اخرى. كاينه طريقه اخرى للنظر في مساله معنى الحياه، لكن باش نشوفوها خاص نشوفوا الحاله المحايده ديال الكون، يعني الباغ ديفو ديال الكون اللي هي كون بدون حياه او وعي. كون بحال هذا ماشي غير خالي من معنى، بل خالي من امكانيه وجود المعنى. ومع ذلك هذا الوضع محتمل وماشي بعيد. واخا كاين الملايير ديال المجرات والتريليونات الكواكب الاخرى، الكوكب ديالنا يقدر يكون هو الكوكب الوحيد اللي فيه حياه، والوحيد اللي هتكون فيه حياه واعيه على الاطلاق. مني الانسان كيشوف الامر بهذه الطريقه، كنظن السؤال الكبير بمعنى الحياه هو براسه كيفقد المعنى. كلنا هنموتوا بالفعل، وكاع الامال الاحلام والانجازات ديالنا هتنسى، ولكن واخا هكاك هتكون بصح اننا بشكل غير محتمل في كوكب صغير من وسط هاد الملايير ديال الكواكب عشنا، وكنا واعيين في هذا الكون اللي مكون من الماده وكتحكمه قوانين فيزيائيه، وهذا شيء رائع. هاد الشي اللي قلت دابا ماشي إجابة معينة على السؤال ما معنى الحياة. الأمر مازال متروك لينا باش نحاولوا نجعلوا حياتنا يكون عندها معنى ولا لا. النقطة ديالي هي ببساطة أن القضية أننا غير خالدين وهنموتوا ما كديرونجيش بزاف إذا خدينا في الاعتبار أن الحالة المحتملة ديال الكون اللي هي حالة ما عندها لا معنى لا قيمة ممكنة، حيت ما فيهش حياة أو حياة واعية، ولحد الآن هكذا كيبان الأمر في الكون كامل من غير عندنا هنا في الأرض. هاد الشي ما كيعنيش أن الحياة البشرية ككل اللي عندها معنى، بل الحياة الواعية. إذا فكرتي فيها بجدية راها معجزة، وما حدنا فيها، خاصنا نحاول نعيشوها وبلا ما نحمق راسنا بحالة الأسئلة الوجودية اللي ما عندهاش جواب. ومعجزة ماشي معجزة بالمعنى أنها كتخترق قوانين الطبيعة، لكن بالمعنى أنها نشأت بطريقة ما من مادة غير عضوية رغم كل الصعوبات وبعد الاحتمال. وكل واحد منا سواء كانت حياتنا طويلة ولا قصيرة، زوينة ولا خيبة، وفي أي وقت ولا أي مكان عشنا، رحنا جزء من هاد المعجزة.